تحياتي لكل متابعي الحياة فهم أينما كنتم، مرحبا بكم في هذا الموعد الجديد والمتجدد من برنامج الانترفيو اللي ننقله لكم من مكتبة الكتاب بتونس العاصمة. ضيفنا لهذا الأسبوع متعدد المواهب والصفات، هو صحفي إعلامي كاتب وأستاذ جامعي. سعيد جدا وبكل حب باستقبال الدكتور عماد دبور، أهلا بك. عسلامة. أول حاجة محلاها التقديم تاعك. ثاني حاجة نحب نحترم شبابك الحلو اللي تواصل بشكل جميل ومحترف وعطيتني موعد، وأنا تصورت أنك لم تأتي في الموعد فتفاجأت أنك كنت على الموعد وبالضبط. يعني أنت مفاجأة جميلة بكل المقاييس، في احترام الموعد، في لطف السؤال، وفي التصميم على البحث عن الأجمل في المعرفة والفكر، وارتحلت من مدينة إلى أخرى كي تنقل ما أنت مقتنع أنه سيضيف إلى مستمعيك ومتابعيك ومشاهديك. أستاذ، قبل ما نحكي على الكتاب، أيهما تفضل من الألقاب، عماد دبور الصحفي، الكاتب، الأستاذ الجامعي؟ الحق متاع ربي أنا لست أستاذا فيما بعد، وحاضر من وقت إلى آخر. أنا يسعدني جدا أني أبحث عن الأجمل ما في الإنسان. نحب نعرف بروحي عاشق للحرية. أنا ابن تلك الإمرأة القروية البسيطة التي علمتني مع رضاعات الحليب الأولى أن الإنسان إنسان، وإن اختلف في اللغة أو الجنس أو الدين، الناس كيف كيف، والناس فيهم الباهي وفيهم الخايب. كيفاش نحب نعرف بروحي؟ أنا ولد حومة عربي، كبرت ما بين تونس وسيدي بوزيد. نحب الكلوب أفريكان على الأخر، أعشق السفر، أعيش بثلاث لغات بفعل زواجي من امرأة من ثقافة مختلفة، ونعيش ما بين تونس ولبنان، ونخدم في إذاعة في لبنان. نحن زملاء، كان عندي برنامج اسمه عجقة حكي، والراديو ما يحملش العربي فصح، فأنا نحكي وين وكيف وهون وهونيك وتقبريني وشو هالحلا وعسلامة أخويا وشحوالك ولباس، وأنتقل إلى العربية الفصحى التي أعتبرها جميلة جدا في موسيقاها. Je parle français. En plus, بعائلتي نتحدث we speak English at home with my kids and my wife. فالرحلة بين اللغة في تشكلها وتنوعها، وبين الجغرافيا في مدنها. مع أني تجاوزت 50 ولم أعد ذلك الشاب الذي يعشق السفر والمطارات، أصبحت تتعبني وترهقني وبشدة، لكنني تلميذ تفاصيل الحياة بمطاراتها بأوجاعها باختلافاتها. وفي الأخر من الأخر أنا ولد حومة عربي، نموت على سيدي بوزيد، نحبها، نحب نحيي أهلي اللي فيها، نحب تونس، كما قلت لك نحب النادي الافريقي، حتى كي نلعبوا ضد عائلتنا نشجع الكل. شكرا لك. اليوم كنت قمت بتقديم كتاب الشرق الاوسط، العنوان مثير للانتباه وجذاب، ما هي دلالاته؟ ثاني حاجه محلك، محلى اسئلتك اللي هي لماذا سميت كذا؟ لا انت توصف في سؤالك ما تريد ان تصل اليه. شكرا لانك تراه جذاب، البعض يراه شكو صادم. كان اسمه الشرخ الأوسخ، يعني قريبة ياسر لمنطقة جغرافية نعيش فيها، هو ما بين الرواية وليس رواية، هو كتاب وليس كتاب، هو سكن بين هذا وذاك، هو كتونس. تونس هي شمالية في الجنوب، وهي غربية في الشرق، وهي شرقية في الغرب. تونس تغيب عنها تفاصيل الانتماء إلى نقطة واحدة، هي ملتقى دوران أوجاع المهاجرين من الكنعانيين والأمازيغ وكل الروماني والبيزنطي والعربي والأتراكي والإسبان والطليان والفرنسيين. تونس عصارة كل ذلك، فكان هذا الكتاب الذي يحمل أوجاع فشل الحرية
يتحدث عن وساخة شوارعنا وبلاهة معمارنا الذي اصطبغ بالآجر الأحمر بعد أن كان البيت العربي التونسي الجميل الذي يحمل تفاصيل تاريخ العرب والترك والإسبانيور والرومان والبيزنطيين. انظر مبانينا القديمة، نحن شعب قديم جدا لكننا لا نركز على قدمنا. نحن شعب يملك مسارح في الجم والدقة والقصرين والسبيطلة، يعني حتى في الدشر في البلاد التونسية ديما نحن شعب عشاق للمسرح، وننسى كل ذلك ولا نتحدث عن تاريخنا القرطاجي. الجميع يعرف عن حنبعل، لكنهم يعرفونه قائد عسكري وليس مفكر وسياسي. تعرف عندما حاصر روما وتركها لم يفنيها، لأنه لو كان عسكريا فقط لأفنى روما، لكنه مفكر وصاحب مشروع إنساني حضاري عظيم. حنبعل فيلسوف، لنا كتب في الأدب والفلسفة منذ قديم الزمان لا يعرفها أهلها. لقد أصبحنا مستباحين، حتى حنبعل ستقوم بإنتاجه سينما أجنبية، من حقه، هو ملك لكل الإنسانية، لكننا مستباحين لأننا لا ندافع ولا نعترف بكل تاريخنا. حتى في تعريف هويتنا اقتصرنا على جزء من هويتنا، رغم أن التاريخ القديم حاضر مهما غبر. حتى القيروان وأنت منها هي تعريب لكلمة أمازيغية تكروان. تفاصيل بلادي جميلة ونصف. أكيد. في الكتاب عليه حملت الشعوب العربية المسؤولية وراء تخلفهم، أليس للرأسمالية والمستعمر دور في هذا؟ أول حاجة أنا نحب الرأسمالية وما نحبش الاشتراكية، لأنه الرأسمالية مظلومة جدا. الكثير من يتحدثون على الرأسمالية لم يقرأوا سطرا، يعرفوا كان كلمات في السياسة. بشاعة الرأسمالية حبيبي، التطور متاع أنواع الاقتصاديات، وأنصح البعض بقراءة ماكس ويبر عن الرأسمالية. تاريخ الرأسماليات معقد، وتاريخ الاشتراكيات معقد، الاثنين فيهم استغلال والاثنين فيهم بشاعة. الإنسان عدو الإنسان، يستعمر غيره ويدمر غيره حتى قبل الاشتراكية والرأسمالية. فموضوع إفناء شعوب أخرى أو قتل شعوب أخرى أو الاستيلاء عن مال الغير هو موجود في كل الشعوب قبل الرأسمالية وقبل الاشتراكية. الآن تعال نتحدث كلاما علميا وأكثر. اقرأ عن الرأسمالية والاشتراكية في كتاب الشرق الأوسط، ثم سأدعوك إلى لماذا نهاجر إلى بلدان الرأسمالية إن كانت متوحشة؟ لماذا يهرب الناس من اشتراكية الصين والاتحاد السوفيتي سابقا ويذهبون إلى جحيم أمريكا وكندا وجحيم سويسرا؟ آه من جحيم الرأسمالية. لنقف مرة عن طرح الكلام بغباء ونطرح الأسئلة الصادمة والحقيقية. نحن، أنت لباسك كله رأسمالي، أنت لا تلبس لا كبوس ولا جبة، يعني هل فرضت عليك الرأسمالية هذا اللباس الجميل وهذه النظارة الجميلة وتسريحة الشعر الرأسمالية الجميلة؟ لماذا تعشق السينما الرأسمالية ومسرحها وسمفونيات الرأسمالية؟ الموضوع أعمق يا صديقي الجديد من كليشيهات الحديث. التاريخ المدرسي، التاريخ أعمق. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة.